اخر المذاهب الهدامه الموجوده في مجتمعنا في كل وفي كل المجتمعات العربيه والاسلاميه او حتى الغربيه، افكار ومبادئ وفلسفات وعقائد واعتقادات واطروحات كلها هي مذاهب هدامه وتدعو الى الضلاله، نسال الله السلامه. وهكذا كما تلاحظون فان مذهب الجبري هو مذهب معطل للاصلاح او لاصلاح الفرد والمجتمع. اذا كان يخدم راي الساده هذوما الجبريه هذوما لا نخدم ولا ننجو ولا نبنيه ولا نعليه ولا نتعلمه ولا نقراه ولا نصنعه ولا نبتكره ولا نختاره ولا نطوره ولا نقدمه. هو ربي هذا راهو راهي الافكار موجوده ما برشا ناس مازالت موجوده توا. تلقاه انسان راضي بالدون وراضي بالظل وراضي بالوضعيه المشومه، لا هكا اللي قدرني ربي. يا اخي تحرك، برا مش يخدم، برا لو مش خدمه قاعد بالدار ما يخدمش. قال شو قال؟ هكا اللي قدرني ربي. لا يا سيدي ما قدرلكش ربي، انت تقاعست عن العمل او عن اتخاذ الاسباب لتصل الى قوتك والاستكانة. ولنعلم جميعا ايها الاخوه ان منشأ هذه المذاهب الضاله والسبب الذي جعلها تدخل الى بلاد الاسلام، الافكار هذه وهالاطروحات وهالاراء وهالمذاهب وهالفلسفات وهالاعتقادات دخلت بلاد الاسلام، واول من كان سببا في دخولها الى بلاد الاسلام هم اليهود عليهم لعنه الله تعالى. نعم، فكان اول من ظهر من فرقه القدريه، القدريه اللي كانت عليه الدولين اللي هما يرجعوا انه الامر للانسان وربي ما عنده حتى دخل وما عنده حتى علم. اذا هؤلاء أول من جاء بهذا الفكر هو الجعد بن درهم، وكان قد تلقى هذه الأفكار من يهود الشام. ذهب إلى الشام وعاشر أهل الشام وعاشر اليهود وأخذ منهم هذا الفكر وجاء ونشره في بلاد الإسلام. أما أول من جاء بفكرة جبرية هو غيلان الدمشقي، هذا جاء بهذا الفكر كذلك ونشره في بلاد الاسلام. وقد كان هذا غيلان الدمشقي قد قتله هشام بن عبد الملك لما عاش في زمان هشام بن عبد الملك. كرد على الجبريه نقول ان الله تعالى هو خالق كل شيء وهو خالق العوالم ومقدر كل شيء بحيث لا يخرج شيء عن مشيئته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه العزيز: والله خلقكم وما تعملون، اي انه قد قدر ذلك وقضاه منذ الازل وكتبه من مطلق علمه المسبق، يعني عنده علم مسبق، عنده العلم المسبق والعلم الازلي والعلم المطلق عند الله بما سيكون، فكتب ذلك وسجله في اللوح المحفوظ ثم قدره حسب ايامه واسبابه وحوادثه ومكانه وزمانه. ويقول سبحانه وتعالى ايضا: ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اذا هذا رد على هذا القول، اذا فهو وكيل وهو على كل شيء وكيل، اي انه هو الذي خلق كل شيء وهو يتوكل كل شيء. وكخلاصه لهذا الموضوع ولهذا المبحث اللي هو بالفعل مبحث يعني يتطلب فكرا وتركيزا، نسال الله ان نكون قد وفقنا بذلك. تناولنا الموضوع من جوانب التعريف، يعني خطر عدم الايمان بالقضاء والقدر، حكم الايمان بالقضاء والقدر،
رأينا هذه الفرق فرقتان إذن اللتان أحداهما هي فرقة تنكر يعني ولا ترد الأمر لله وأن الله لا دخل له فيما كان وما يكون، والفرقة الأخرى أنها تنفي يعني دور الإنسان وترد الأمر لله وحده. والنظريتان والفكران هما فكران يعني هما خطأ يعني في كلاهما خطأ. وكخلاصة لما تقدم نقول إن الله تعالى هو خالق كل شيء بما في ذلك قضاء وقدر، يعني حتى القضاء والقدر الله خلقه. الإنسان مسير فيما لا دخل له. احنا ما هو هذا السؤال الأخير اللي طرحناه، هل أنا مخير أم مسير؟ شنو هي وضعي؟ إذن الجواب بإيجاز باش نفهم، الإنسان مسير، أنت مسير حسب ما أراد المولى. فاش؟ فيما لا دخل له فيه، في الأشياء التي لا دخل لك فيها، وفي الأشياء التي تتجاوز قدرتك وتتجاوز إرادتك، شيء فوق إرادتك وفوق قدرتك وفوق طاقتك أنت فيه مسير. مثلا كإيجادك من عدم، أنت وليس هناك بشر قادر على إيجاد بشر مثله من عدم، فهذا أمر الله، فأنت مسير، أوجدك هذه إرادة الله ولا دخل لك فيها. قوانين الكون، الكون المجموعة الشمسية بتاعنا، الكواكب الموجودة فيها، أحجامها، مسافة بين كوكب وآخر، حركتها، المدارات بتاعها، الشمس طلوعها غروبها، القمر، الأمطار، الفيضانات، الزلازل. إذا ما خلقه الله المولى سبحانه وتعالى من قوانين الكون، تبخر الماء، نزول المطر، الرياح، تكون الرياح، كل هذه من اختصاص المولى سبحانه وتعالى. إذا كذلك الحياة والموت، متى ستولد ومتى تموت، ساعة الولادة وساعة الوفاة، الجنس ذكر أم أنثى، كل هذا هو من اختصاص المولى. نواميس الطبيعة، الكون هدايا، الطبيعة هذه ربي جعل لها قوانين، سيرها ليل نهار، برودة حرارة، يعني جاذبية إلى غير ذلك. هذه القوانين نواميس الطبيعة خلقها المولى وهي من اختصاصه ولا دخل الإنسان فيها. أسرار سائر العوالم، عالم الملائكة وأسراره، هذا من اختصاص المولى. عالم الإنسان وأسراره من اختصاص المولى، الأنفس، الطبايع، الأمزجة، هذه من اختصاص المولى. الحيوان، النبات، كيف يتكاثر، كيف تتكون الثمرة، هذا كله من اختصاص المولى سبحانه وتعالى، فلا خيار لنا في هذا. أما الإنسان هذا يا مسير، أنت نفسك في خلقك، ناخذ ابننا احنا وخيالي، الرواية بتاعنا، هل تتنفس بإرادتنا؟ هل تتحرك بإرادتنا؟ طبعا لا. الإنسان كانوا فايق النفس، كانوا راقد النفس، كانوا دايخ النفس، كانوا مريض النفس. إذا فهذا عمل لا دخل لك فيه، هذا المولى قدره وسيره. يعني حركة الدم، عمل الجهاز الهضمي، عمل الأجهزة في البدن، كل هذه المولى قدرها وأنت لست مخيرا فيها. ما ظهرش لما الإنسان يقول أي تأول تنفس أي تأول حب نوقف التنفس، لا، هذا أمر طبيعي خلقه الله وهو أنت مسير فيه. أما الإنسان فهو في جانب آخر، هو مخير، نعم، وهو حر، نعم، وهو مختار لسائر أعماله وتصرفاته التي يتحدد من خلالها مصيره. أعمالك
ما تفعله، ما تعتقده، ما تؤمن به، أفكارك، ما تفعله كل يوم، هذه أنت فيها مخير ولست مسير أبدا، لكن داخل إرادة المولى، أنت تحت إرادة المولى في كون الله، ثم نواميس، ثم قوانين، هذا سيد، لكنك أنت تختار طريقك، فلك أن تطيع مثلا، هل منا من أجبر على أن يأتي إلى المسجد؟ ما نظنش ثم واحد منا تو موجود هنا عنده شغل برا قال له يا تمشي الجامع يا كاش نقتل ما تماش واللي ما حبش يجي للجامع هذه زاد ما تماش اجبره باش ما يجيش للجامع واللي مشى للخمار مشى لبحث ايراد واللي مشى للزنا مشى لبحث ايراد واللي مشى للحرام مشى لبحث ايراد واللي مشى للحلال مشى لبحث ايراد هو اختار بمحض ارادته المولى لم يجبره على ذلك لا إكراه في الدين ما قال لك حد يكون مسلم ولا ما قال له حد أعتنق الكفر وما قال له حد أعتنق الفكر الفلاني ولا الفكر العلاني أبدا فهذا ما يتعلق بفكرك بآرائك باختياراتك بمبادئك هذا أنت فيه مخير ولا دخل للمولى فيه يعلمه سجله منذ الأزل لأنه عنده علم أزلي يعلم أنك في يوم كذا ستفعل كذا بالكيفية الفلانية في المكان الفلاني مع فلان إلى غير ذلك هو مسجل لكن من منطلق العلم المسبق أما هو هذا العمل فهو من خيارك فلك أن تطيع ولك أن تعصي وبيدك أن تكسب حلالك اللي حب يكمل الحلال بإرادته واللي حب يمشي للحرام وللرشوة وللفلوس المحرمة لم يجبره أحد على ذلك إنما هو اختار ذلك وبيده أن يكسب حلالا وبيده أن يأكل حراما وهذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم حين جعل الإنسان حرا مخيرا في هذا المجال قال الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ربي وراك السبيل الطريق هذا طريق الخير وهذا طريق الشر هذا طريق الجنة وهذا طريق النار هذا طريق الحلال وهذا طريق الحرام هذا طريق الأنبياء وهذا طريق الشياطين وأنت تختار أي طريق تسلك لك الخيار بذلك إنا هديناه السبيل إما شاكرا أي أنه يختار أن يكون في طريق الحلال والخير والصلاح وبالتالي من الشاكرين أو أن يكون أو أن يسلك طريق الشر والكفر والمحرمات وهذا كذلك بمحض إرادته